السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول الموسم وإحنا عمالين نقول إن نادي الاتفاق عنده نجوم وعنده فريق قوي جدا، بس محتاج مدير فني. ستيفن جيرارد يا جماعة ما ينفعش مدير فني، ما ينفع، لا يصلح مدير فني. كان ناجح قبل كده بس مش ناجح مع نادي الاتفاق، مش ناجح مع الدوري السعودي. ما أنت هتقول لي هتجيب لمدرب لعيبة أكتر من اللي أنت جايبها، ده أنت عندك نجوم في نادي الاتفاق، وجينا في الموسم يعني في الدور الثاني تحسن ولعيبه ونجوم اكتر واكتر واجمل. يعني انت جبت مدران وجبت لعيبه، يعني انت جبت لعيبه تلعب منتخب الاتفاق النهارده. يعني وعندك موسى ديمبلي وعندك ديمري جيري وشيكو فوفانا وفرنان دام، لعيب كبير جدا وعامل نتائج. يعني انت عندك منتخب، انت ايه مجموعه اللعيبه اللي موجوده في نادي الاتفاق؟ لما تيجي تقسمها وتشوف الجمل اللي ممكن تعملها لوحديها من غير مدرب، يمكن هو اللي مفشل نادي الاتفاق يا جماعه، هو ستيفن جيرارد. ستيفن جيرارد كان اسطوره كره قدم، اتكلمنا في النقطه دي كتير قوي، مش عاوزين نحتها. ولكن في واحد ممكن يكون ناجح في حاجه ولكن تجي في نقطه تانية مش ناجح فيها. ما انت مش هتاخد الدنيا كلها على بعضها، مش هتاخد كل حاجه. ما انت مش كنت بتلعب كوره هتبقى ناجح كمدير فني؟ لا، وشفنا العكس كتير جدا. مدربين ما كناش نسمع عنهم ايام ما كانوا بيلعبوا كوره وبقوا بسم الله ما شاء الله في التدريب بشكل ناجح وشكله متميز وشكله اداء ونتائج وبطولات. لكن لما تيجي تقول لي ان نادي الاتفاق هو افضل فريق سعودي في الدور الثاني عمل صفقات، وتيجي تبص للنتائج في اخر 5 ماتشات فوز وحيد وهزيمه وثلاث تعادلات، طب ايه ده يعني؟ وبعدين طريقه محفوظه، يعني ستيفن جيرارد ما عندوش تجديد، ما عندوش حته ان هو حتى يحافظ على الفوز. النهارده عمل رومنتادا، قلنا النهارده الاتفاق بيعمل قدام الرائد اتفاق، والرائد النهارده الاستحواذ طبعا في صالح الاتفاق ده، بس الاستحواذ ده ليه؟ مهاره لعيبه. بيقول لك ان في مهاره لعيبه 65% استحواذ لنادي الاتفاق، فده مهاره لعيبه. لكن انت تيجي مثلا لنادي الرائد، اللعيبه عرفت انها تخلص تسرق الدنيا كلها، تعمل الحلاوه خالص، وكان الماتش ممكن ينتهي بفوز الرائد النهارده. ليه؟ لان في مدير فني كل الموضوع كله انا مش فاهم. يعني لو اتفتح له كشك جنب النادي وقعد فيه افضل من كده، مع احترامي بقى لستيفن جيرارد وتاريخ ستيفن جيرارد، ده كنت لعيب اسطوره كنت. لكن انت النهارده مطالب ان انت تجيب بطولات لنادي الاتفاق، فين البطولات؟ فين لعب الكوره؟ يا جماعه انتوا لو حد اتواصل معايا وقال لي عايز مدير فني، انا اجيب لك مدير فني. ده في مدير فني اسمه حمزه الجمل، كان بيلعب في نادي الاسماعيلي ودرب هو فتره. حمزه الجمل ده انا مقتنع بيه جدا، ومش هياخد منك خمس اللي بياخده ستيفن جيرارد، مش هياخد ده، وهيعمل نتائج افضل من اللي انت شايفها دلوقتي. ما انت تقول لي النتائج، يعني الفرق بتخبط في بعضيها، لو الموضوع ماشي بتوازن كان ممكن تلاقي الاتفاق بيخسر المراكز، ولكن في ضربات ومباريات قويه. فالنهارده النادي الاتفاق في المركز السادس، برضه ما ينفعش. أنا السادس في فوارق بالنقاط، فوارق النهارده انت عامل كل الاستعدادات والامكانيات دي كلها عند نادي الاتفاق واللعيبه والنجوم عشان تحقق بطوله، ولا عشان مجرد المشاركه؟ مجرد المشاركه، انت بتشارك في الدوري، انا عارف ان المشاركه في دوري روشن السعودي بقت بطوله بحد ذاتها دلوقتي، لكن انت بقول لك انت عملت افضل صفقات في الدور الثاني بكلام بشهاده الاعلام كله او الجميع، ان نادي الاتفاق هو احسن فريق سعودي عمل صفقات. طب فين الصفقات بتاعتك؟ فين الاداء؟ فين الشغل اللي اتعمل؟ ليه متمسك بستيفن جيرارد؟ ستيفن جيرارد من اول ما بدا الدوري بيقول لك ان هو مش مدرب. بعض الناس قالت ان هو ناجح وكان ناجح وعامل نتائج، بس هنا مش عامل نتائج، كل الامكانيات عندك. يعني انت بتصحى الصبح بتلاقي الفطار جاهز، بتتغدى كل حاجه جاهزه لك، الإقماع والحاجات بتاعت الكوره والكور عشان تدرب اللعيبه كله جاهز. ايه المشكله عندك؟ الجو وكل حاجه متيسره لستيفن جيرارد. اللعيبه امكانيات عاليه جدا. هو ستيفن جيرارد واسمه ده ماتياس يوسيلا مدرب النادي الاهلي، الاثنين المدربين دول يعني ماشي معاهم كده، بياخدوا مرتبات انا ما اعرفش بياخدوا على ايه. حققوا ايه مع، يعني حقق ايه مع النادي الاهلي ولا حاجه؟ هي يمكن هي تخبيط الانديه مخليه النادي الاهلي في المركز الثالث وامكانيات كذا، لكن النادي الاهلي عايز مدرب ونادي الاتفاق عايز مدرب.
ده شغل مفهوم كده، الاداء الجمل محفوظه، ما احنا بنتكلم كوره يا جماعه. والنهارده لما ترجع بقى تبص بقى النهارده الاخدود عمل ايه مع ابها؟ الاخدود راح خطف ابها ونط له كام مركز وقعد في حته مستريح شويه، عشان تيجي تتكلم على مباراه الاخدود وابها، وابها اللي كان بقى يعني عامل نتائج في بدايه الموسم ويتعادل مع النصر ويحكها مع الاهلي شويه ويعمل كذا. النهارده ادي ابها في موقف سيء جدا في المركز قبل الاخير، قبل الحزم، اللي الحزم برضه في موقف ما يعلم بالله ربنا، ودي النتائج بتاعت كذا. لكن انا لما اجي اتكلم في فريق عمل كل الاستعدادات والامكانيات والجمهور مستني، جمهور الاتفاق مستني يعمل حاجه، واحنا كنا الناس اللي انا بستضيفها معايا قالت الاتفاق هيعمل حاجه الموسم ده. ليه؟ لان الاتفاق احنا عارفينه من سنين طويله، فريق بيصارع، فريق بينافس، فريق بيبقى عنده شراسه كرويه. لكن النهارده انا ببص الجمل محفوظه، المحفوظه يعني انت الجمل النهارده محفوظه، ترجع من الشمال لليمين مش عارف ايه. اكامبي، انا ما بتكلمش على اكامبي، اكامبي يديها لسيكوفانا، سيكوفانا يديها لمدران، مدران يديها لفرناندوم، الكره بتلف بقى من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، وبعدين ترجع نفس الحكايه. وبعدين ايه؟ ما هو ده اللي عمل الاستحواذ. لكن انت عشان تخترق بقى كوره باختراق صحيح وسليم عشان تسجل هدف وتبقى ليك خطوره، مفيش جمل. حتى وانت رايح على الجون جملتك محفوظه، جمل ستيفن جيرارد باينه، باين انت بتدرب ازاي وانت بتلعب 4 3 3. حتى لو غيرت 4 3 3 الجمل بتاعتك محفوظه. وفي فرق بقى ان انت بيكون جملك محفوظه وبتقدر تغيرها. يعني في مدربين، ما هو ليه؟ ما اقول لك ايه؟ ما في جمل عند نادي الهلال اللي انا بتكلم عنه كتير، يعني عشان يستحق ان نادي الهلال عنده جمل محفوظه، بس عنده كذا جمله بيغيرها في الوقت نفسه، زائد في جمل فرديه وجمل جماعيه وجمل، يعني في جمل بتتعمل الشكل الدفاعي والجمل. لكن انت عند النادي الاتفاق شكل اللاعب احفظ من اول الماتش لاخر الماتش، هتلاقيها بتمرن جيري بيديها لفرناندوم لمدران لسيكو فوفانا لكان بتلف كده عشان تدخل بقى جوه الصندوق، وموسى ديمبلي ساعات يطلع بره يسلمها ويرجع تاني عشان تدخل جوه الصندوق بشكل فعال. بتاخد لك بقى تعسيله وعاوز تنام، وادانك تشرب كوبايه الشاي، وادانك مثلا عايز تتعشى مش عارف ايه، هتدخلها امتى؟ هتخلص الجمله امتى؟ هتعملها بشكل خطير يعني عندي اعملها يا عم، ادانك ماسك كوره ولف لي بس في الاخر قدم لي بجمله خطيره، حاسسني كوره بالعارضه وكورتين مش عارف كذا، يعني جمل. لكن انت مستحوذ على الكوره وعمال تلف لي شمال ويمين وتجي لي كذا كذا، وفي الاخر بلاقي ان المحصله ان النادي الاتفاق اللي هو عنده كل النجوم دي كلها مثلا في المركز السادس وبعيد، وفرق نقاط، ما تحسبهاش ان هو في المركز السادس بس، ان فرق نقاط. لو فريق تاني في المركز السادس هقول لك ماشي، هقول لك جميل ورائع. لكن فريق هو افضل فريق في الموسم الثاني صفقات، ومن افضل الانديه اللي عندها صفقات، مفيش غيابات مفيش اصابات، وانت عندك المدرب، غير المدرب يا عم، هاتوا مدرب، الاتفاق محتاج مدرب. لا خلصت كده، خلاص ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.